مرحبا أعزائي متابعي قناة بلينج بعين عربية، شرح اليوم عن تطبيق تليجرام وتحديدا كيف راح نحذف جهات الاتصال من تطبيق تليجرام دفعة واحدة. قبل ما أبدأ أشرح لكم الطريقة طلب أن تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس لايك للفيديو. في البداية هذا السؤال من أحد المتابعين، فحبيت أنه أعمل له فيديو دفعة واحدة تقدر أو تقدر شخص تحذفه يعني من جهات الاتصال. خلينا ندخل من داخل إعدادات تليجرام أشرح حتى نحذف جهات الاتصال في التليجرام. تقدر تحذف شخص أو تقدر تحذف مجموعة. حتى نحذف شخص راح ندخل على أي شخص. لو دخلنا على هذا الشخص، طبعا هذا واحد من الأصدقاء، راح نكبس على تحرير، راح يظهر عندنا هنا حذف جهة الاتصال. وطبعا من تحذف جهة الاتصال راح يروح ولا يبقى وياك. وحتى نحذف جهة الاتصال راح ندخل على التليجرام مرة ثانية، وندخل على الإعدادات وننزل على الخصوصية والأمان. راح تظهر هذه الصفحة، راح ننزل إلى أسفل في خيار إعدادات البيانات، راح تدخل عليه، راح يظهر عندك هنا حذف جهات المزامنة. اللي تعمله راح تقفل هذا الخيار. ليش تقفله وتعمل حذف هنا؟ لأنه هذا إذا كان مفعل فمزامنة جهات الاتصال راح يرجع يفعلها مرة ثانية. فاللي تعمله هذا الخيار تقفله وتعمل حذف، راح تنحذف كل جهات الاتصال اللي مزامنة بالتليجرام. هذه هي الطريقة الوحيدة لحذف كل جهات الاتصال مرة واحدة. أتمنى بنهاية الفيديو استفادته. طلب لا تنسوني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. قبل ما أنهي الفيديو نقطة جدا مهمة حبيت أقولكم إياها، ترجعون إلى الوراء ونرجع إلى الوراء وتدخلون على الأجهزة. جدا مهم تلاحظ كم جهاز مفتوح حسابك به. أنا فقط مفتوح حساب واحد، راح يظهر عندك 3 4 هذول الأجهزة. ممكن يكون فيروسات أو ممكن تكون أحد فاتح حسابك من جهاز ثاني وده يتجسس عليك. فلو كان هالشي هذا موجود، فقط اللي تعمله تحذف هالشي هذا وترجع إلى الوراء وتدخل على الخصوصية والأمان وتفعل رمز القفل بواسطة بريد إلكتروني حتى لا يروح من عندك التليجرام إذا نسيته، لأن احنا معرضين للنسيان. نهاية الفيديو لا تنسوني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. أتمنى كل متابع يظهر عنده حسابه مفتوح بجهاز أو جهازين أنه يكتب بالتعليقات حتى الكل ينتبه لهذه النقطة. ومع ألف سلامة.